t equals 0, a particle leaves the origin with a velocity of 6 g meter per second. يعني سرعته كانت بس في اتجاه الرأسي. بيقول لي the acceleration of the particle is constant and is equal to 2i minus 3j. بيسألني بيقول لي when the particle reaches its maximum y. maximum y يعني ال vy بصفر. خلاص maximum y ما يقدرش لا يطلع ما يطلع تاني بقى خلاص. هو بدأ بستة بس سرعته عمالة تقل بمقدار 3 لغاية ما يوصل maximum height ال vy بصفر. بيقول لي find the particle's speed in meter per second. الأول هو ال vy بتساوي ايه؟ مش v initial y زائد ال ay في التي. أنا بتكلم بس على اتجاه ال y. امتى توصل دي صفر؟ عند الماكسيمم y أو عند الماكسيمم y الماكسيمم y ال vy بصفر. بدأنا بستة والأكسلريشن بماينس 3 اللي هي ال y في t. إذا ال t بتساوي 2 seconds. يبقى البارتكل ده هيوصل عند الماكسيمم هايت لما التي بتساوي ثانيتين at maximum height ساعتها هنا بصفر والتي بثانيتين. طب السرعة بقى بكام؟ إذا هو طالب مني البارتكلز سبيد يعني طالب ال vx لأن ال vy خلاص بصفر. طيب إحنا عندنا ال v المرة دي بقى x بتساوي ال vix زائد ال ax في t. طيب ال vx مطلوب اللي هي هتكون سبيد. بدأ بصفر لأن ما كانش فيه سرعة في اتجاه الاكس، وال ax قال لي باتنين والزمن لسه حاسبينه اتنين فيطلع 4 i متر بير ثانية. ده مين؟ ده ال v ال vx. طيب ما عندناش vy. إذا السبيد بتساوي الجذر التربيعي 4 تربيع زائد 0 تربيع اللي هي كام؟ ب 4 متر بير ثانية. يعني لو ما عنديش غير كومبوننت واحدة بس يبقى الماجنتيود بتاع الفيكتور هو نفس قيمة الكومبوننت ده. يبقى مرة تاني هو بيقول لي بدأ بستة سرعته والأكسلريشن في اتجاه الواي بسالب 3 وهيوقف بعد شويه عشان يوصل الماكسيمم هايت بعد ثانيتين. خدنا الثانيتين وعوضناه جبنا بيها الفي اكس، بقى عندي الفي اكس ب 4 والفي واي بصفر، فالسبيد بتساوي 4.